حيث انه يعتبر من اهم الوسائل الذي تربط بين المحافظات والمديريات وجريان حيوي هام، ومثله مثل قطاع التعليم وقطاع الصحه قطاع الكهرباء والمياه وقطاعات اخرى ايضا. لكن هذا موضوع الطرقات تحتل اهميه بالغه نعم من قبل السلطه في المحافظه. يعني افهم من كلامك استاذ احمد يعني أن نعم يعني هناك مثلا توجيهات او تحركات فعليه لصيانه هذا الطريق، خصوصا اننا راينا وتحدث مراسلنا بانه يفتقد للصيانه منذ فتره طويله. صحيح صحيح، انه في الفترات الماضيه وفي السنوات الماضيه فعلا هذا الطريق طريق استراتيجي وحيوي فعلا هام يربط السلسله بين محافظه جبوة والمحافظات الاخرى الى جانب المديريات الشرقيه والغربيه، وتعرض لاضرار كثيره من جراء السيول، ايضا من الاحمال والاوزان الثقيله التي تمر فوق الطريق خلال الغافرات والشاحنات الكبيرة الذي لم يحسب لها حساب في الفترات الماضية. يعني مرت خلال سنوات الماضية أوزان وأحمال كبيرة أدت إلى تشققات كبيرة ووجود حفر، وكانت هذه سبب لكثير من الحوادث فعلا. ولكن الآن تم بمتابعة السلطة المحلية مع وزارة الأشغال العامة باعتماد ترميم وصيانة الطريق المؤدي من عاصمة المحافظة عتق إلى بيحان، والعمل جاري الآن على قدم وساق للصيانة والترميم.